بنادم يتصور معانا ولا كيبغي بنادم يمشي معانا في الطريق كاع ما كنتكبروا عليه ما كندفعوا عليه كبير. سير شوف شي واحد اخر داير الدز اللي داير دابا انا حاليد والله اخوه ما يقدر يقول لك السلام. بامبوش التواضع ولد الشعب. الحمد لله انا عزيز علي ولاد الشعب وكنموش على ولاد الشعب. وشاحية للمرأة المغربية وشاحية للرجال والعيالات سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. كيف ما قلتي لي أول فيديو درتي في القناة ديالك اللي هو جيطوس. درتي جيطوس شحال من جيطوس خويا شربتي؟ كيف ما شربت 20 جيطوس أول تجربة لي. من وراها؟ من وراها درت الفيديو ديال المطارد واللبن وجيطوس. خلصتي؟ خلصت. طناشي. طناشي. نسولك على الخل شحال من قرعة ديالك؟ ثلاثة ديال المليون الحمد لله لأنني فهمتش كيف قلت لك وليت الحمد لله معروف. على السعيد الوطني الحمد لله وشفد الله وفضل المشاهدين حب الناس حبهم كامل حب الناس الحمد لله ان اخوي ملي يكون عندك حب الناس صعيب باش يكون عندك حب الناس في هذا الوقت تقريبا صعيب باش يكون عندك الحب ديال الناس ولكن حش انا الحمد لله كتفرجوا فيا عائلات كتفرجوا في الناس الناس اللي واصلين تبارك الله وادي يعني ما كديرش شي محشى ولا خايب الحمد لله. انا ما كان بنادم انا ماشي بحال هذاك الياس المالكي ولا البورقادي ولا ما عرفتش كيسميهم اصلا ما كنتفرجش فيهم وداك الشيء تافه عندهم. انا كنبغي ندير شي حاجه اللي يشوفني بنادم يبقى يدير بالي وخاتيش اسبر مني باش اسبر بعدا في شي حاجه اللي غادي يشربها ولا ما غاديش يبقى يلعب هاد الله في والدي هو ولا حيت الحمد لله انا درت شي كونسيبت شي كنضحك به وزيد عليه عاوتاني الافلام. نسولك على التجربه ديالك الافلام القصيره خويا بامبوتش. خويا التجربه ديالي في افلام قصيره هي صعيبه شويه. افلام قصيره كتشد الوقت. هي كتشد الوقت والخدمه و اي فوا حيت الدري اللي كيمونطي خاصو صعوبه باش يمونطي الفيلم كيشد هاد اللقطه هادي وكيشد هاد اللقطه هادي يعني داك الشيء راه يعني داك الشيء صعيب. اخويا ضروري. بامبوتشي كيفاش دخلتي لعالم التحديات كيفاش طاحت عليك الفكره خويا التحديات؟ كيفاش دخلت لعالم ديال التحديات؟ واحد النهار اخويا كنت غادي مع صديق ديالي مشينا لحي محمد عند واحد الدري. اياه لا الدري هذا شكون هو؟ هذاك الدري راه غني شو عاد تعريف لي هو خويا مهلكه. مهلكه صراحه من هذا المنبر مهلكه اللي صراحه رجوله ولد الشعب ولد الحي محمدي. وقال لك الا بغيتي تبقى حي عاشر ولد الحي حيت شدي حاجه باينه. اياه وهو صراحه هذاك الدري في الشكل ومرضي امي مشو مرضي والدي الله يسهل عليه الله يسهل عليه والله يفرحه والله يعطيه ما كاين وين في خاطره لان علاش ان فوا شافني هو هو اللي اقترح عليا الفكره هذه وقال لي ان شاء الله غادي توصل. حنا درنا غير فيديو بالضحك اول فيديو درتو ديال جيطوس اللي مع اكس وان الصديق ديالي شاوة هذاك الفيديو تقريبا لقى ضجه كبيره. انا حيت ما كنتش معول غادي لقى ديك الضجه الكبيره في مواقع التواصل الاجتماعي يعني كملتي في الطريق لكن الحمد لله ان فوا شفت فيديو تلاح ما كاملاش شهر غادي يضرب 4 مليون راه بزاف. نسولك خويا بامبوتشا على نقدروا نقولوا سميتها شحال من ايترو ديال الحريره ضربت شي كوكوط ديال الحريره كوكوط ديال الحريره 8 ايترو ديال الحريره كيفاش درتي لها خويا بامبوتشا؟ خويا بقيت كنصرف حاسس بالحريره كتخرج من ودني صافي صراحه خويا الحريره اللي ثقيله ثقيله وعلى شي راه شبعانه الحمص الحمص ديالها راه الروج ولا راه كيقهم وانا اصلا اف وضرب شي هذيك الكوكوط مع بديش مع قلت بسم الله صافي شديت بقيت باغي نتلاقى فهمتي البلان يعني بامبوتش غنشوفوك في تحديات اخرين جايين مرحبا فاش غنقدروا نشوفوك خويا بامبوتش ان شاء الله غنتسنى غير الفيلم اللي خدامين عليه انا وديك التري مهلكه غادي تلاح ان شاء الله يا اما الحد ولا الاثنين وراه عاد ان شاء الله نشوفوك ثاني في تحديات ندير فيديوهات جداد ان شاء الله حيت انني غبرت فهمتي بلاصه ديال البيض كيف قضيه ديال البلاطه ديال البيض والعسل البلاطه ديال البيض والعسل ما ساهلاش درت قبل من ندير هذيك البلاطه ديال البيض والعسل درت بلاطه ديال البيضه بوحده 30 بيضه تصور 30 بيضه غتاكلها راه شي تجربه اللي صعيبه صعيبه واصلا واخا بنادم يبغي يديرها ما غيقدش يفوش الا فاش غيفوش 10 ما غيقدش يفوش 10 حيت علاش ماكسيموم بيض فهمتي كيقهم كيقهم كاين اخويا راه انا راه بامبوس رقم واحد عالمي شحال شربتي؟ بلاطو ديال البيض كامل 30 بيضه والفيديو عاوتاني تلاح واحد الفيديو اخر ديال البيض هذاك ما قدرتش نكملو لانني كنت مريض شويه ضربت منه النص وتبعشو مع العسل بامبوتشا شنو كيبان لك في هذوك اللي كيديروا التحديات دابا واش كيبان لك داكشي حقيقي ولا ماشي حقيقي اللي بان لك انت خويا بامبوتشا ان فوا كيلوح بامبوتشا شي حد كاين الاخرين كيبغيو انسبيراو منه كيبغيو يديروا نفس التحدي اللي دار ولكن انا راه واخا يبغيو انسبيراو مني واخا يعياو ما يديروا راه ما غيوصلوش لداكشي اللي كندير وباقي صغير الحمد لله وباقي صغير الحمد لله وصراحه مبلبلها
وما كاينش اللي يقدر يبلبل حاليا في حالي. وكنشكر اي واحد كيتبعني وكيدير لي لايك وكيدير لي ابوني، كنبغي نشكرهم كاملين وكنحبهم كاملين وكنموت عليهم. بامبوتشا ما نقدروش نشوفوك في شي قناه ديالك. القناه ديالي ان شاء الله عما قريب كنفكر في هاد العايبه هادي. انت شي قناه ديالك تخصصها في التحديات تبقى مع موليكا في الافلام. موليكا عشيري فهمتي يعني تخدم في القناه ديالك وتخدم مع موليكا، شنو بالك فهاد؟ ضروري حيت هو اصلا ديجا داك الدري موليكا قال لي صاوب القناه ديالك باش انا ندعم. خدم عليها ومعاك الناس ومعاك المغاربه ومعاك حنا خويا. يعني جو عندي يوتيوبرز اخرين روا با لا تعال ذاك الاسم ديالي مع احترامي ماشي فهمتي جو عندي وقالوا لي حنا كندعموك وكنتفرجوا فيك وعزيز وغالي علينا. دير القناه ديالك. ودي بغينا القناه ديالك وهادي باش فخري من الناس. في الزنقه كيتصور معاك يقول لي خويا بغيت القناه ديالك اخويا بغيت ندعمك. اول حاجه في سولتك انا قلت لك فين هي القناه ديالك بامبوتشا؟ واه خويا قلت لك انا بارك ملي كندير مع موليك راه بحال ديالي. يعني ما فكش الحسد ما فكش الغيره. الحمد لله. الحمد لله مولني كيربح كيربح. موليك عنده واحد كود برومو اللي يشعش الرجول، كنتي راجل في البلاد غادي تعيش. ما كنتيش راجل راه ما غاديش تعيش. تعيش الرجوله احسن. تعيش الرجوله موليك شنو رسالتك للناس اللي كيبغيوك؟ اللي كيبغيوني انا شخصيا. شنو تبغي تقول لهم؟ عندي نقول لهم راه واخا نعيم نشكر فيهم وهذاك الشيء ما نقدرش الحب ديالي ليهم وما غيقدرش ومن الحب ديالهم ليا انا. تبارك الله عليك خويا بربوج. رسالتك الاخيره؟ رسالتي الاخيره كنبغي نشكر كاع اللي وقفوا معايا النهار الاول وكاع اللي ساندوني واخا تشاب كومونتير زوين او واخا تشاب انتقاد حش حنايا انتقاد البناء حيت واخا هكاك حنايا يوتيوبرز كنتعرضوا لانتقادات اكثر ما كنتعرضوا ان بنادم يشكرنا. فهمتي وكي الحمد لله كنبغي نقول لهم ما حدكم كتنتقدوني وانا كنزيد نطلع وما حدكم كتشكروني وانا كنزيد نعم تبقاو تنتقدوني باش نبقى ديما طوب طوب والحمد لله. الحمد لله خويا بامبوتشا شكرا لك. دير المشاهدين الكرام كيما شفتوا معنا مالك التحديات بامبوتشا رقم واحد كيف ما كيقول عالميا. المشاهدين الكرام صراحه الله يسهل عليه دري زوين دري ولد الخير دري ولد الشعب دري الرجوله الله يسهل عليه. كنتمنىكم انكم تتابعوا بامبوتشا على قناه مهلكه ديال الصديق ديالو. المشاهدين الكرام غادي نودعكم على ما نتلاقاكم في بث مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء.